تاني عمارة، لسه في جوان كتير ما تقلقوش، وفي تغييرات كتيرة جدا. عمارة حسام تطول وتبقى ضربة مرمى للهجوم العربي. هو الراجل ده ما بيعرفش يتكلم الا بالاجوان، يعني لو يسكت خالص ويبقى في منطقة الجزاء يكسر الدنيا، بس انا خايف الجون ده يخليه يطمع يلعب في المصري كمان شوية. تاني حسام يلعب على طول، هاني يلعبها عرضية، مفيش اوفسايد، في جون تاني، في جون تاني، في جون تاني. معقولة؟ معقولة يا حازم؟ لا مش معقول، معقول؟ لا مش معقول، هي الأغنية بتقول كده. تبقى ضربة مرمى، حازم، حازم ده جميل، لعبت على طول لموسى صايب، هو بيحب يمتع نفسه، راحت مفيش تسلل في حازم، وثبت بالأنطوان، ووقع بالأنطوان، وحطها لكن بجوار القائم، تبقى مفيش أوفسايد. أهو بص، هو حريف زيادة عن اللازم. تاني بجوار القائم بقت ضربة مرمى. تاني ايمانويل نجم النجوم في منتخب النجوم، موسى صايب الاروع حجي، تاني نادر، برافو يا نادر والله. مبسوطين، مستمتعين، فرحانين باليوم الجميل. اعتقد ان سامي الشيشيني موجود في الملعب. 19 اتاكد منه، معلش اعذرونا لان الارقام متشابهه. هي بيني وبينكم فاول، بس هو حسام ما بيعرفش يهزر وما يستحملش يا حسام بالانطوان، ما يستحملش خبطه خفيفه، لكن هو اسلوب وهو ستايل. او بالانطوان قال له يا عم حسام انا بقيت كبير، احسبوها بقى، يعني 60 ل 2008 48 سنه، وفيهم 6 سنين كمان، بتتكلم في كام سنه؟ ما شاء الله في 54 سنه. جامده بيني وبينكم، لكن هو ما شاء الله مرن. بص حضراتكم حتى وقعته فيها مرونه. 54 سنه، بسم الله ما شاء الله. وبيلعب وبيتمرن. سالته انت قاعد فين دلوقتي؟ اهو معانا اسامه الهواري على طول، قال لي انا قاعد في الكاميرون وبشتغل هناك ومبسوط وسعيد جدا. تاني حجي زبير بيا عرضيه على طول يلحق محمد يوسف. وصفارة نهاية الشوط الأول أعزائي المشاهدين، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، في مهرجان اعتزال النجم النادر نادر السيد. هل صفارة الاعتزال ولا صفارة نهاية الشوط؟ أنا أعتقد أن الشوط 35 دقيقة. الشوط 35 دقيقة، صفارة نهاية الشوط الأول أعزائي المشاهدين، بتقدم منتخب نجوم العالم على منتخب نجوم مصر 98-2-1. ياسر ريان، يبقى ياسر ريان في الملعب، وحسن مصطفى موجود في الملعب، والعرضيه يطلع على طول مارك فيش. ده خليلو فديجه النجم السنغالي الشهير جدا، كان عنده ازمات ومشاكل، وقالوا عنده ازمه في القلب لما جه ينتقل الى احد الانديه الايطاليه الكبرى، وكانت بتهدد مسيره حياته، لكن سالته قال لي انا كويس جدا وحالته كويسه وبيمارس كره القدم. بقول له ابنك اخباره ايه؟ قال لي بيلعب احسن مني وبيلعب بقدمه اليمنى. تاني اعتقد ده تسفاوت النجم الجزائري ايضا، والضربه حره مباشره حلوه، حسام هيجيب التاني، التاني قادم لا محاله، التاني 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 التاني، بقول لكم قادم لا محاله، وبنالتي وطرد، ما حسبش البنالتي ولا حسب ايه؟ انا لو منا ادي جون، انا لو منا ادي جون بنالتي، لكن الطرد مش موجود على النايبت، اداله انذار وماله، وماتش الاعتزال تمشي. بقول لكم التاني قادم لمحاله، حسام حسن، ادي اللعبه، تسلل مش موجود، التانيه والله فيها شك، ادي حسام اتاخر قوي، بص نايبت خبرته، رجع وغطى، بص نايبت بذكائه، وادي ضربه الجزاء عشان تبقى 2-2، كان سابها النادر السيد، صح كده، سيبها النادر، سيبها النادر يا حسام الحيوان، الناس كلها بتغني النادر، لكن هو حسام بيحب يجيب جوان حتى في ماتشات الاعتزال. وحسام والهدف الثاني 2-2، حسام حسن الهدف الثاني 2-2، حسام حسن وحسام حسن وايمانويل ودينو باجيو، لسه في جوان، لسه في جوان في يوم المهرجان، يوم التكريم لنادر السيد نجم منتخبنا الوطني، نجم الزمالك، نجم الاهلي، نجم انبي، نجم الاتحاد، نجم المصري، نجم بولدي. خد كاس افريقيا للشباب ووصل لكاس العالم
ولعب مع روسيا خسر 1-0. السيد على فكره بيتعمل اوفسايد غلط وده طبيعي، ونادر السيد وعلي ابو منجر الاثنين متالقين متفوقين في حراسه مرمى مصر ونجوم العالم. توفيق يا نادر، مشوار حلو ان شاء الله، عملوا كلاعب ويعملوا احلى ان شاء الله بعد الاعتزال، تبدا الحياه مره اخرى، تبدا من جديد. حسام حسن عايز يجيب الجون الثالث، خلاص بصاها لعبد الناصر وضربه مرمى. الحياة تبدأ من جديد بعد الاعتزال بشرط حسن الاختيار، دور وابحث ونقب وشوف وفي الآخر اختار. خلاص ما عادش بقى الحارس يشتغل مدرب حراس واللعيب يشتغل مدرب، بس المجالات بقت مفتوحة. الإعلام الرياضي موجود والصحافة الرياضية موجودة والإدارة الرياضية موجودة، حاجات كتيرة جدا بقت موجودة والدنيا بتتغير واحنا كمان بنتغير.